بعدما تراجع النائب ميشيل عون ومعه النائب سليمان فرنجي عن ترشيح النائب أمير رحمي لرئاسة الجمهورية في وجه ابن منطقته رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وبعدما جاء هذا التراجع بناء على رفض رحمي الترشح كي لا يهين نفسه وتكتله ورئيسه المرشح كما قال، خرج رحمي من الاجتماع ليتلو بنفسه وبناء على طلبه أيضا قرار تكتل بشأن جلسة الأربعاء في خطوة مقصودة رفعا للسسبنس الذي أحاط إمكان ترشيح رحمي كما قال زميل له في التكتل. عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشيل عون، وقرر المشاركة في جلسة الغد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونحن سنقترع بورقة بيضاء. وشكرا. ما راح ينتسبوك يعني؟ ونحن سنقترع بورقة بيضاء. يعني هو بس أمير رحمي. ولكن لما لم تقبل الرئاسة؟ سألنا رحمي تحت الهواء، فأجاب: نحن مع لون الأبيض. لأنه القلب أسود؟ سألناه ممازحين، فأجاب: كلا، حتى القلب أبيض، وأنا أصلا ولدت من رحم أمي رئيسا. وبعد المزاح قال رحمي بكل جدية: لن أترشح للرئاسة في جلسة مرشحين رقميين لن ينتخب فيها رئيس. غادر الصحفيون، لكن رحمي عاد ودخل إلى الرابي فتمشى مع الجنرال قبل أن يغادر إلى حلاقه ليقص شعره قصة رئاسية، ولو أنه لا يكون له في استحقاق الغد قصة.